مشاهدينا نتابع الآن على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال علي كارشي الشخصية رقم 3 في حزب الله اللبناني. إذن مشاهدينا نعيد ونؤكد أن هذه لقطات مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت واغتال علي كرشي الرجل رقم 3 في حزب الله اللبناني. إذن هو تصعيد، ويأتي هذا في إطار استمرار التصعيد المستمر منذ صباح اليوم بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب اللبناني، والغارات المكثفة التي استمرت منذ صباح اليوم وعلى مدار الساعة ومستمرة حتى الآن، وآخرها ما نذيع على حضراتكم في العاصمة اللبنانية بيروت بإعلان جيش الاحتلال استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال علي كرشي الرجل رقم 3 في حزب الله اللبناني.